السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مادة الكمبيوتر سيكيورتي، أهلا وسهلا فيكم في أول محاضرة مسجلة. طبعا محاضرة اليوم رح نستكمل فيها مادتنا. إحنا لحد الآن معكم الدكتور أنس مجالي، طبعا لحد الآن أكملنا تشابتر 1 وتشابتر 2 من كتابنا، وبعدين رحنا على تشابتر 20 و 21، فخلصنا 4 chapters already. احنا الان في chapter 3 اللي بحكي عن user authentication. chapter 3 قطعنا فيه شوط كويس، وصلنا عند سلايد رقم 15، فاحنا الان مباشرة راح نروح لسلايد رقم 15 ونكمل من عندها. يعني ما بدي اطول عليكم. طيب، سلايد رقم 15 بتحكي عن الباسورد والاكسس كنترول بالنسبة للباسورد فايل. شو اللي بتحكي عنه هاي السلايد؟ طبعا احنا حكينا انه في مجموعة الباسورد مخزنة في شيء اسمه الباسورد فايل في اليونكس سيستمز، لكن الباسورد فايل فيها مجموعة من الاشياء الاخرى اللي هي اكسسبل لبرامج اخرى، فيها مجموعة من الباثز اللي بتلزم لهذا اليوزر، وهاي الباثز ممكن بعض البرامج الاخرى بدها اكسس عليها، فبالتالي الباسورد فايل هو اكسسبل ريدبل بالنسبة للوورد. شو يعني ريدبل بالنسبة للوورد؟ راح افرجيكم شو بالضبط يعني كمان شوي، لكن راح نحكي عنه بتفصيل اكبر ان شاء الله بالشابتر الجاي اللي هو الشابتر رقم 6. يعني هذا الاشي مش غير ملائم للباسورد، طبعا يعني الموضوع مش ملائم انه الباسورد تكون اكسسبل، الباسورد فايل تكون اكسسبل، لانه كثير من المشاكل جاي من انه الباسورد فايل حصل عليها الاتاكر somehow، وبالتالي بدا يعمل اتاكس على هذا الباسورد فايل زي الدكشنري اتاك او الرينبو اتاك. فعشان هيك اللي صار انه فصلوا الباسورد في فايل منفصل سموه شادو باسورد فايل. هذا الباسورد فايل اكسسبل للروت كريد يعني وللجروب اللي ينتمي لها الروت، لكن مش اكسسبل للورد، فبالتالي الباسورد فيه يعني سيف وانكريبتد كمان. فبالتالي هيك احنا فصلنا الباسورد عن الباسورد فايل اللي فيه اشياء اخرى، يعني احنا بغنى انه نخليها ريدابل جوا الشادو باسورد فايل. فهيك الشادو باسورد فايل اعطاني سكيورتي اكثر حقيقه لموضوع الباسورد فايل، وعليه ريستريكشن، عليه اكسس كنترول اكبر. يعني لو بدنا نشوف احنا هذا الشيء على الكالي، نشوف هذا الشيء على الكالي، ممكن احنا نشوف الباسورد فايل بالشادو باسورد فايل. هون لو عملنا كات لل etc باسورد الباسورد فايل، عملنا كات، لاحظوا انه في عندنا لينكس مختلفه موجوده جوا الباسورد فايل. هاي اللينكس ممكن تكون اكسسبل لبرامج ثانيه، بتلزم لنا برامج ثانيه، ويعني هذا الشيء مش سيف انه نخليه جوا الباسورد فايل تكون اكسسبل. لو عملنا ls او خلينا نشوف الان كات ل سلاش etc للشادو شادو باسورد فايل، لاحظوا انه الاشياء الموجوده هون طبعا اقل، والباسورد لاحظوا انها ايش معناها، معمولها انكربشن، اذا مش مفهوم الباسورد بالضبط ايش. وطبعا هذا اكيد شيء احسن. طيب لو عملنا ls minus l ل سلاش etc سلاش باسورد، لاحظوا البيرميشنز الموجوده هون، في عندي طبعا ريد رايت read write، هذا هاي البيرميشنز للروت، هاي البيرميشنز للجروب، هاي البيرميشن للورد. فلاحظوا انه الباسورد فايل ريدبل للورد، يعني اي حدا بيقدر يقرا الباسورد فايل. لكن لو عملنا ls minus l لل etc slash shadow، لاحظوا انه مش ريدبل بالنسبه للورد، مش ريدبل، فقط الروت اللي هو له اكسس على الريد رايت. يعني هذا فقط مثال توضيحي على هذا الموضوع. طيب شو المشاكل الموجوده بالنسبه للباسورد؟ الفولنربيليتيز، ويكنس ان ذا او اس ذات الاو اكسس تو ذا
فاين عندنا مشكلة أكيد يعني في عندنا vulnerability في الأوبريتنج سيستم تسمح لأي واحد إنه ياخذ الباسورد فاين ويعمل عليه بروت فورس أتاك رينبو أتاك ديكشنري أتاك ممكن إنه يسوي له مشاكل accident with permissions making it readable يعني إحنا شفنا قبل شوي إنه الباسورد أو الشادو باسورد فاين مش readable للورد لكن إذا واحد غير باستخدام الكوماند اللي اسمه change mode CHMOD لو واحد غير البيرميشنز تبعت الباسورد شال الباسورد فايل somehow اكيد هذا الشيء راح يسبب مشاكل وبالتالي اي حدا راح يقدر يقرا الباسورد users with same password on other systems طبعا يعني حكينا احنا عن هذا الموضوع المحاضره الماضيه انه راح يسوي لي مشاكل اذا في عندي يوزرز نفس اليوزر قدرت اعرف الباسورد تبعته على سيستم اخر فانا بالتالي راح اجي اطبقها على كل السيستمز التي ينتمي اليها هذا اليوزر هذا الشيء كذا راح يسوي لي مشاكل access from backup media يعني هاي مشكله في كثير من الأحيان إحنا نسوي باك أب للسيستمز تبعتنا الباك أب بيشمل كل شيء في الأوبريتنج سيستم بما فيها الباسورد فايل فالآن ممكن واحد إذا إحنا ما خزننا الباك أب هاي في مكان سيف فعليا فيزيكالي إحنا هون نحكي عن فيزيكال سيكيورتي ممكن واحد يأخذ الباك أب والباك أب ميديا هاي ويطلع منها الباسورد فايل يعني ويسوي مشاكل طبعا هاي يعني إحنا كنا نسوي هذا الموضوع أيام الويندوز إكس بي لما واحد ينسى الباسورد تبعته بكل بساطة كنا ناخذ الهارد ديسك تبع الاوبريتنج سيستم ونفكه عن الكمبيوتر ونفوت على الهارد ديسك كهارد ديسك مش كبوتينج ديفايس يعني و نفوت عليه نفوت على الفولدر تبع الويندوز اعتقد سيستم 32 مش متذكر بالضبط في فايل معين نمحيه إذا ما حينا خلص الباسورد تلتغي يعني فهذا مثال على ال access from يعني هو مش backup ميديا بس أنا بحكي إنه هون في لك access بتجيب أي شيء backup لا أي backup للسيستم فعليا بتقدر تتلاعب في الباسورد فعلا أو حتى تحصلها sniff passwords in network traffic طبعا يعني إذا كانت الباسورد مبعوثة على النتورك وما كانت encrypted فبالتالي أي حدا قاعد بتصنت على هاي النتورك eavesdropping sniffing النتورك أكيد بالتالي راح يحصل على الباسورد طيب هيك بنكون يعني انهينا الحكي عن عن الباسوردز او الـ يعني الفولنربيليتي تبعت الباسوردز بس بدنا نحكي الان عن الباسورد سيلكشن تكنيكس كيف ممكن انه اليوزر يختار باسورد طيب احسن وسيله عشان تسمح لليوزرز انهم يختاروا باسورد طبعا هو اليوزر education يعني بتعرف اليوزرز شو هم الباسوردز القوية بتحكي لهم مثلا لازم يكون اقل شيء 8 كاركترز لازم يكون فيها شيء كابيتال شيء سمول ما يكون شيء معروف عن اليوزر لما بدك تستخدم شيء زي هيك يستخدموا فيها كاركترز اندرسكور هاشتاج اللي هو فاهم شو يعني هاي الاشياء وطبعا اهم شيء انه اليوزر ما يعمل شيرينج للباسورد تبعه طبعا لما نحكي عن اليوزر ادكيشن ما بنفع اليوزر ادكيشن ويعني without enforcing the policy يعني انا لازم يكون في عندي بوليسي باستخدام السوفت وير والهاردوير عشان اعمل انفورسمنت للانستركشنز اللي بعطيها لليوزر اذا يعني اني اركن على اليوزر لحاله يلتزم بهاي الانستركشنز مش شيء جيد طيب النوع الآخر هو الكمبيوتر جنريتد باسوردز وهاي الباسوردز راح تكون كثير قوية لأنها راندوم فعلياً راندوم الكمبيوتر ما بيفهم كلمات فراح يعطيك باسوردز كثير راندوم كثير قوية لكن للأسف نقطة الضعف الرئيسية في هذا النوع من الباسوردز اللي هو صعب تذكرها صعب تذكرها طبعاً فبالتالي راح يلجأ اليوزر إنه يأخذ الباسورد هاي ويكتبها على ورقة ويحطها في جيبته إذا وقعت طبعاً هاي الورقة أكيد 100% الأتاكرز ممكن يستغلوها reactive password checking يعني بيكون في عندنا process او برنامج running دائما في الباك جراوند بيعمل checking على الباسوردز هل هي قويه ولا مش قويه طبعا ممكن يعني البرنامج هذا يكون في عنده dictionary وهذا dictionary يتم عمل update له كل فتره فبالتالي كل فتره احنا بنعمل run لهذا البرنامج لانه ممكن الباسورد ما كانت common بالسابق الان صارت common فبالتالي يكون صعب
يعني صارت ضعيفة، ما كانت ضعيفة زمان، الآن صارت ضعيفة لأنها صارت من أنواع الباسوردز الكومن. طبعاً يعني هذا الشيء ممكن يعمل شوي overhead على السيستم، لأنه في دائماً عندنا process running in the background، وفي عندنا مشكلة ثانية إنه ممكن عبين ما البرنامج أو الدكشنري صار له update فعلياً الباسورد اللي نعرفها صارت common، وفي حدا فعلياً قدر يعرفها، لكن يعني لا ضير من استخدام طبعاً هذا التكنيك. نوع آخر من الباسورد سيليكشن تكنيكس هو الاكتف، يعني أنت لما تيجي تدخل الباسورد لايف ممكن نعمل عليها مثلاً ديكشنري أتاك. طبعاً هذا الإشي تايم كونسيومي لما تيجي تعمل ريجستريشن، تخيل أنت كل مرة بيجي تدخل فيها باسورد السيستم بيعمل فيها عليها ديكشنري أتاك مثلاً، فهذا الشيء راح ياخذ وقت طويل، وممكن ان رفضت الباسورد مره او مرتين او ثلاثه اليوزر فعليا ايميل. لكن هون ما في يعني الديس ادفانتج انه اليوزر فريندلينس، يعني ممكن هون ما يكون كثير يوزر فريندلي، لكن الادفانتج انه ما في باسورد دخلت على السيستم الا فعليا صار عليها ديكشنري اتاك مثلا او تشيكينج ل نظام معين، يعني مش مش من ضروره يكون يعني ديكشنري اتاك. نروح للسلايد اللي بعدها. السلايد اللي بعدها بتحكي عن بعض التكنيكس المستخدمة في الـ Proactive Password Checking. في عنا إشي اسمه البلوم فلتر. هذا البلوم فلتر موجود في الكتاب، مشروح عنه في الكتاب. فجاء إنكم ترجعوا للكتاب أو تقرأوا البلوم فلتر، هذا يعتبر سيلف ستادي في كل فصل، هذه المادة تعتبر سيلف ستادي، رجاء ارجعوا لها في الكتاب. يعني لا تتجاوز الصفحة ونص. بدك تسأل حالك سؤالين رئيسيات لما تدرس البلوم فلتر وتعرف إجابتهم، اللي هي how it works فعليا و what is why is it used، يعني شو الهدف من استخدامها فعليا، ليش احنا نستخدم البلوم فلتر، وشو المشاكل، يعني شو الديسادفانتج مثلا الموجوده في البلوم فلتر. يعني هاي الاسئله يفكر فيها وانت قاعد تقرا صفحات البلوم فلتر من الكتاب. طيب يعني هاي طبعا الرسمه متعلقه في البلوم فلتر، فاتمنى انكم كمان يعني ترجعوا وتقراوا. طيب احنا في البدايه حكينا لما كنا نحكي عن موضوع الاوثنتيكيشن، حكينا انه الاوثنتيكيشن يعني هو فعليا بيعتمد على أربع شغلات. أولاً something you know اللي هو الباسورد. الشيء اللي بعده اللي هو something you are اللي هو أو something you have عفواً you possess، يعني شيء تمتلكه أنت اللي هو موضوع الكاردز. فالآن بدنا نحكي عن موضوع الكاردز، شغلة أنت بتمتلكها. طيب بالزمان بالسابق يعني كان في عنا imposed cards. imposed cards الامبوست كارد هي عبارة عن كارد يعني زي الـ ATM كارد بالضبط، هي فعليا الـ ATM كارد كانت زي هيك، لكن ما عليها أي ماجنتيك سترايب من وراء، ما فيش فيها أي شيء إلكتروني، ما فيها أي شيء مغناطيسي يعني أو شريط مغناطيسي يعني وراها، هي فقط قطعة بلاستيك وعليها أرقام بارزة يعني imposed. طبعا زمان اللي كانوا يعملونه باستخدام جهاز معين مش ميكانيكي، يعني ممكن يطبعوها على ورق باستخدام زي ورق كربوني، فبالتالي يصير عند البائع رقم الكريدت كارد تبعت اليوزر وبعدين يروح البنك يحاسبهم مثلا عليها. بعدين تطورت الامور، صار في عندنا ماجنتيك سترايب وراها، والان ماجنتيك سترايب يستخدم في البنك كاردز. الماجنتيك سترايب هي عباره عن شريط متناطسي، هذا الشريط بيكون مخزن فيه مجموعه من المعلومات مثل رقم الكريدت كارد، اسم الكريدت كارد هولدر ومعلومات اخرى. طبعا يمكن استخدامها مثلا كمان في غرف الفنادق، يعني رقم الغرفة مثلا اليوزر، الآن وجودها معك يعني هو الدليل على أنك فعليا تمتلكها. إذا الماجنتيك سترايب هو فعليا يعني زي كأنه نوع من أنواع الميموري. النوع الآخر اللي هو الميموري، فإنه لا، بدل الماجنتيك سترايب فإنه ميموري إلكترونيك ميموري زي البريبايد فون. زمان كان في عندنا شركة في الأردن اسمها ألو، كانت تستخدم إشي زي هيك، يعني شركة تلفونات طبعا هي لها تلفونات كبائن منتشرة في الشوارع، وأي حدا معاه بطاقة مدفوعة مسبقا من هاي الشركة بيقدر يستخدمها، يعني فيها جزء صغير. والآن حتى الكريديت كاردز وال ATM cards حتى هاي صارت تستخدم يعني electronic memory inside كمان.
والنوع الأخير طبعا اللي هو السمارت كاردز. سمارت كاردز لا مش بس فيها ميموري، لا فيها ممكن يكون يعني بروسيسر بالإضافة إلى الميموري، يعني هي أذكى شوي السمارت كارد. لما نحكي كونتاكت وكونتاكتلس، يعني هل يعني أنت بتستخدمها للريدر، بالنسبة للريدر هل يتم إلصاقها بالريدر، هل تدخل يعني جوا الريدر ولا لا من بعيد أنت بس فقط بتقربها؟ أعتقد نظام باصات الهاشمية يعني هو مثال على الكونتاكتلس، يعني فعليا على كونتاكتلس عفوا، فما في يعني مثلا تلامس بينها وبين. طيب خلينا نعرف معلومات أكثر عن هاي. طيب نيجي نحكي عن الميموري كارد. إذا حكينا كان ستور بس دو نوت بروسيس داتا. The most common is magnetic stripe card. Can include internal memory, electronic memory. Can be used for hotel rooms, ATM. Provide significant greater security. طبعا الآن ممكن نستخدمها باسورد أو بين نستخدم معها، فهذا شيء بيضيف بيقوي يعني السكيورتي تبعتها. الدروباكس of the memory cards requires a special reader. يعني عارفين مثلا الـ ATM هو جهاز كامل وريدر فعليا هذا الجهاز للـ ATM. فقدانها قد يسبب مشاكل طبعا، يعني اذا يعني ضيعناها فهذا الشيء راح يسوي لي مشكلة. احنا يعني حتى في امريكا لفترة طويلة، ما بعرف الان كيف الامور، اللي معاه الكريدت كارد هو فعليا فقط بيوقع وما حدا فعليا بينتبه على التوقيع، انه حتى ما بيدخل النمبر. فاذا ضاعت الكريدت كارد تبعتك يعني مشكلة، انه اي حدا ممكن فعليا يستخدمها ويشتري فيها. مش كثير بيتم التدقيق على الاي دي مع الكريدت كارد، يعني مرات ما بيتم التدقيق يعني عليها. طبعا اكيد اللي بياخذ الكريدت كارد يعني كمان ممكن انه يستخدمها عشان يشتري اونلاين اذا فعليا بيعرف الادرس. يوزر ديساتسفاكشن، انه مرات الريدر ما بيشتغل بشكل صحيح، او اذا مثلا خرب الماجنتيك سترايب بتبطل الكارت تشتغل بشكل صحيح، يعني وهي عرضه لهذا الموضوع لانها دائما تنحط في الجيبه وغير ذلك. طيب السمارت كارد includes an embedded microprocessor smart token that looks like a bank card can look like calculator keys smart portable objects. مثال عليها يا جماعه اللي هي السمارت كارد، اللي هي ممكن يكون شكلها زي الشكل اللي انتم شايفينه هون، يعني هو مش شكل كثير مختلف عن الـ ATM كارد أو الكريدت كارد، هي فعليا شبيهة جدا، لكن فيها هاي القطعة، وهاي القطعة يعني هي عبارة عن زي المايكرو بروسيسر صغير. ممكن يكون مش بالضرورة يكون شكلها زي هيك، ممكن يكون شكلها زي الميدالية فعليا، والميدالية يكون عليها مثلا لوحة لعرض الأرقام، وهاي الأرقام يعني بتكون زي كأنها باسورد، ممكن يكون عليها هاي اللوحة مع كبسة. فأنا مثلاً باجي بدي أفوت على سيستم معين، أكبس هاي الكبسة مباشرة السمارت كارد بيعطيني رقم، هذا الرقم هو الباسورد اللي أنا بستخدمها عشان أفوت على هذا السيستم. وهذا النظام مستخدم حقيقة في بعض البنوك في الأردن، كان مستخدم لفترة معينة. يعني إذا الأدمنستريتر بده يفوت مثلاً على البنك، على السيستم تبع البنك أو ريموتلي مثلاً، فهو مع هاي الميدالية بكبس كبسة بتعطيه رقم، هذا الرقم بيكون سينكرونايزد مع السيرفر الرئيسي الموجود في البنك، فبدخل الرقم وبالتالي بصير له يعني authentication ونعمل login على السيستم. طبعا يعني اكيد يعني واضح انه لازم يكون في سينكرونايزيشن بين السمارت كارد والبنك او السيرفر تبع البنك. ممكن يكون شكله زي الكالكوليتر، يعني ايش يعني 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 في لوحه مفاتيح وفي ارقام، فبالتالي اليوزر مش بس بيكبس كبسه مثلا حتى يحصل الرقم السري او الرقم السري الاصلي، لا لازم يدخل مثلا بين نمبر، وهذا البين نمبر يعني this is يعني طبعا security in depth احنا كان يعني ليش؟ لانه في عندك لازم يكون عارف البين نمبر، والبين نمبر من خلاله بيجيب الرقم السري اللي من خلاله بده يفوت يعمل لوج ان على السيستم. يعني الانترفيس يعني هسه رح نحكي شوي عن
عن الكيباد والديسبلاي. طبعاً حكينا عن الكيباد والديسبلاي. هسا كإلكترونيك إنترفيس كوميونيكيشن كوميونيكيت ويذ الكومباتبل ريدر، كمان شوية من الكوميونيكيشن ويذ الريدر. الأوثنتيكيشن بروتوكول كلاسيفايد إنتو ثري كاتيجوريز، في عندنا ستاتيك دايناميك باسورد جنريتر أند تشالنج ريسبونس. راح نحكي إن شاء الله شوية يعني هاي الأمور في نهاية هاي المحاضرة بتفصيل أكبر إن شاء الله. تشالنج ريسبونس طبعاً يعني دائماً هذا يعني عشان نضمن الفريشنس اوف السيشن اللي احنا موجودين فيها. مثال على السمارت كارد يعني زي ما انتم شايفين دايمنشنز قدامكم، وهذا المربع الصغير فيه مجموعه من الاشياء، فيه عندنا رام، فيه عندنا اي روم، فيه عندنا روم سي بي يو كريبتو كو بروسيسور، يعني هذا الشيء بيساعدني اني اعمل انكربشن ديكربشن بشكل سريع. اذا جواته في عندنا المهم اللي هو سي بي يو، اذا هذا يعني جهاز ذكي، مش فقط هو عباره عن ميموري بيخزن معلومات فقط، لا ممكن يكون في انتر اكشن بينه وبين الريبو. طيب الكوميونيكيشن انيشلايزيشن في السمارت كارد اند الريدر، لما السمارت كارد هذه يتواصل مع الريدر زي ما انتم شايفين هون، بده يصير بينهم سم سورت اوف يعني هاند شيكينج، زي الهاند شيكينج اللي بيصير في التي سي بي. فأول إشي زي ما أنتم شايفين التيرمينال هذا راح يبعث activate the sequence with reset، يعني زي كأنه بيحكي للسمارت كارد إن إحنا الآن بدنا نبلش نحكي مع بعض، فخلينا نبدأ الآن مباشرة. السمارت كارد راح يرد عليه بانسر تو الريسيت، وبعدين بيتم البي تي اس اللي هو البروتوكول تايب سيلكشن، إذن هم بدهم يتفاهموا مع بعض الريدر اللي هو سمارت و عفوا الكارد اللي هو سمارت والريدر، اللي بتفهم بعض بالضبط شو هي ما هي البروتوكولز التي سوف يتم استخدامها في هذا الكوميونيكيشنز. في هذا الكوميونيكيشن يعني طبعا كان لما نحكي بروتوكول اللي هو الانكريبشن بروتوكولز، قديش السايزز تبعت الكيز بتستخدم فور الانكريبشن، شو هي الانكريبشن بروتوكولز الافيلبل وما الى ذلك. وبعد ذلك بعد اتفاق على هاي الامور كلها يتم عمل اكستشينج للكوماندز بالضبط، يعني الاشياء اللي احنا بدنا فعليا نقوم فيها بين السمارت كارد والديفايس. يعني هذا مثال على هذا الموضوع. طيب احنا حكينا الان لحد الان بالنسبه لموضوع الاوثنتيكيشن عن something you know something you have والان something you are اللي هو البيومتريك اوثنتيكيشن، اللي هو بدنا نستخدم فيه اشياء فيزيائيه متعلقه فينا، يونيك فيزيكال كاركترستكس متعلقه فينا زي بصمه الاصبع القرنيه قزحيه الفيشل كاركترستكس الهاند جيومتري الريتنا سيجنتشر فويس، يعني اشياء كلها متعلقه في الانسان هي يونيك خاصه في هذا الانسان وبتميزه عن اي شخص اخر حتى مثلا التوأم هذا الشخص. طبعا يعني البايومتريك اوثنتيكيشن اكيد اغلى واصعب ومور اكسبنسيف، يعني هو اغلى و more complex يعني معقد أكثر من استخدام الباسورد دايركتلي، لكن بعض الأبليكيشنز فعليا تتطلب هذا النوع من الأوثنتيكيشن حتى فعلا نضمن السكيورتي تبعت السيستم. مش كل البيومتريك أوثنتيكيشن تكنيكس متساوية، لا هي تختلف في الأكيوريسي وتختلف في الكوست، فلاحظوا انه كل يعني في تختلف الامور. يعني الفويس طبعا لاحظوا مثلا انه بالنسبه للكوست كثير قليل والاكيوريسي كثير قليل كمان، يعني لما نحكي عن الفويس ككوست احنا يعني ممكن كل اللي بنزلنا كهاردوير اللي هو مايكروفون، يعني فالمايكروفون كافي عشان فعليا نعمل ديتكشن للفويس. لكن مثلا بالنسبه للايريس اللي هي القزحيه لاحظوا انه الاكيوريسي تبعها عالي جدا والكوست كمان بالمقابل عالي جدا، ممكن تحتاج سبيشال ريدر يعني سم سورت اوف كاميرا سبيشال كاميرا عشان تعمل ريدنج للايريس. يعني كل ابلكيشن طبعا بيعتمد على نوع الابلكيشن احنا بدنا نستخدمه. ممكن يكون الابلكيشن ضروري فيه يكون السكيورتي عالي، وممكن بعض الابلكيشنز لا نكتفي فيها في بعض الاشياء اللي الاكيرسي تبعها اقل شوي. يعني هذا بيعتمد على الابلكيشن. طيب الاوبريشن اوف البايومتريك سيستم فعليا كيف بتتم عمليه الاوثنتيكيشن في عالم البايومتريك سيستمز؟
أول عملية دائماً اللي هي الانرولمنت. هاي الانرولمنت طبعاً ما بتحدث إلا مرة واحدة، إحنا فقط نحتاجها مرة واحدة. بيكون في عندنا يوزر انترفيس مثلاً زي سكانر بسيط عشان يعمل سكانينج للفينجر، فبالتالي لما نعمل سكانينج للفينجر في بيكون في عندي بايومتريك سنسر. هذا البايومتريك سنسر فعلياً راح يعمل شيء اسمه الفيتشر اكستراكشن، لأنه هو راح ياخذ أشياء محددة في هذا في بصمة الإصبع، أشياء محددة. ما راح يأخذ الصورة ويخزنها كصورة، لا، فعليا راح يأخذ ممكن رقم معين متعلق في هذه الصورة، ممكن إشي له علاقة في الدايمينشنز تبعت مثلا عن إيد، دايمينشنز تبعت الإيد، أبعاد أو الوجه، أبعاد بعض الأعضاء عن بعضها، الريشيو في اللينث والويدث لبعض الأشياء. يعني فعليا الجماعة الإيميج بروسيسينج متخصصين في هذا الموضوع أكثر، فبيعرفوا بالضبط شو هي الفيتشرز اللي إحنا نقدر نعملها إكستراكشن. الآن الفيتشرز هاي طبعاً يا جماعة لما نعملها إكستراكشن أكثر من مرة، مش بالضرورة كل مرة تعطيني بالضبط نفس الرقم، لكن يعني بتعطيني أرقام قريبة من هذا الرقم، إذن هي ما بتعطيني إشي 100% متطابق، يعني مش 100% متطابق ممكن. لأنه الآن لما نعمل فيتشر إكستراكشن بيعتمد على عناصر مختلفة، مثلاً نوع الريدر اللي بستخدمه، ممكن يعني إذا بنعمل سكانينج لو سكانر عليه شوية غبرة يعطيني ريدينج مختلف شوي، ممكن لو الأصبع مثلاً عليه شوية يعني مويست يعني 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 في شوية عرق على الأصبع ممكن كمان تعطيني شوية ريدينجز مختلفة، فبالتالي هي ما تعطيني كلير كات يعني فاليو، دائما بقارنها بتطلع بالضبط زي ما هي، ورح نشوف شو اثر هذا الموضوع. الان الفيتشر هاي بيتم لها اكستراكشن، بتتحول لزيروز اند ونز اكيد يعني لرقم، ويتم تخزينها في داتابيس. اذا هاي الانرولمنت هاي احنا الان نعطي اليوزر اي دي هون، وبنعطي كمان هون طبعا بين نمبر نيم اللي هو يوزر اي دي معين بنعطي، بتم عمل ماتشنج بينه وبين الفيتشر اللي صار لها اكستراكشن، بتخزن في الداتابيس. الكولوم الاول مثلا اسم اليوزر او الاي دي تبع اليوزر، والكولوم الثاني اللي هو الفيتشر اللي تم منها عمل اكستراكشن. طيب الان بناء على الانرولمنت هاي في عندي شغلتين ممكن اسويهم، الشغله الاولى اللي هي الفيريفيكيشن، والشغله الثانيه لهم ايدنتيفيكيشن. هذول الخطوات مش مرتبين 1 2 3، يعني الخطوه الاولى دائما موجوده. الان بناء على الخطوه الاولى ممكن اني اعمل يا الخطوه الثانيه او الخطوه الثالثه بناء على الابلكيشن اللي انا بحتاج اني اعمله. طيب اذا بدي اعمل فيريفيكيشن، يعني انا بدي اتحقق من هويه هذا الشخص، بالبدايه الشخص هذا راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني اسمه النيم اليوزر اي دي، فمباشره انا بروح على الداتابيس وبجيب الفيتشر اللي انا مخزن له اياها في الداتابيس، وراح اوديها على الفيتشر ماتشر. الان بالمقابل كمان راح اعمل له سكانينج باستخدام البايومتريك سنسر، والورق نفس الشيء راح اعمل فيتشر اكستراكشن، والان اقارن بين التو فيتشرز الفيتشر ماتشر. الان هاي المقارنه الان يعني راح تعطيني جواب يا ترو يا فولس، انه فعليا هذول التو فيتشرز ماتش او دو نوت ماتش. وهاي العمليه الان جماعه ممكن تكون شوي بروبابيلستيك، يعني هي مش كلير كات، يعني ممكن انا فعليا اكون الشخص الحقيقي فعليا واعمل سكانينج للفينجر تبعي عشان نعمل نقارن بصمه الاصبع، لكن بسبب مثلا وجود غبر على الجهاز ما صار ماتشنج، او مثلا ممكن لسبب ما مثلا البصمه عندي انمحت شوي لسبب ما كنت اشتغل يعني بمواد كيماوية أو إشي زي هيك، فبالتالي أدى إلى أن البصمة تنمح شوي، فهذا قد ينتج عنه أنه الماتش يكون فولس، مع أني أنا فعليا هذا الشخص. في هاي الحالة إحنا شو نحكي؟ فولس نون ماتش تم عندي، فولس نون ماتش، فولس نون ماتش. إذا أنا الشخص الحقيقي بعمل بحاول أعمل ماتشنج لكن ما تم عندي الماتش، إذا هو الفيريفيكيشن ستيب راح يصير لها فيلير. لكن يعني معظم الأحيان المفروض بالوضع الطبيعي إنه تعطيني ترو إذا أنا فعليا كنت هذا الشخص. طبعا لو شخص ثاني آخر حاول يعمل فيريفيكيشن باسمي المفروض هاي العملية دائما تعطيني إيش؟ فولس. طبعا مشكلة إذا صار في عندي فولس ماتش، فولس ماتش، إذا صار عندي فولس ماتش هذا الشيء راح يعمل لي مشكلة إنه يكون في فعليا شخص آخر قدر يعمل أوثنتيكيشن باسمي. طبعا هاي الفيريفيكيشن ستيب احنا هون دائما بنحاول يكون الفولس
يعني الفولس ماتش ريت يكون اقل ما يمكن، الفولس ماتش لانه هو فولس يعني، وماتش بدنا اياه لا يكون اقل ما يمكن، لان انا قاعد هون بعمل ايش فيريفيكيشن. الان اذا كان الابلكيشن كثير سكيور انا ما عندي مشكله انه يعطيني اكمل مره فولس نون ماتش، يعني انا فعليا انا الشخص الحقيقي بحاول اعمل اوثنتيكيشن بدي اياه يكون دقيق جدا. يعني لو انا عندي حساب بمليون دينار بروح انا بحاول اعمل سكانينج لعيني مثلا، اول مره ممكن الريدر يعطيني ايرور، ما عندي مشكله خليه يعطيني ايرور، بس ما بدي بالمقابل اي حدا ثاني يجي غيري ويعمل له سكانينج لعينه مثلا ويعطي فولس ماتش، انه هاي مشكله كبيره، مشكله كبيره. اذا اعطاني مره مرتين فولس ماتش ما عندي مشكله، لكن بالنهايه ما بدي اي حدا ثاني يفوت باسمي يعني هاي هون بدنا نميز بينها. اول شيء طيب الاستخدام الاخر للداتابيس هاي اللي هو بابلكيشنز اخرى زي مثلا الجرائم. في الجرائم انا عندي ممكن يكون يعني some biometric interface من user بعمل عليه biometric sensor، يعني أنا بجيب بصمة مثلا من مسرح الجريمة، والآن من البصمة بدي أحاول أعرف الـ ID. أنا ما عندي الـ ID، الـ ID مش موجودة عندي، أنا بجيب البصمة من مسرح الجريمة biometric sensor معين، بعمل فيتشر اكستراكشن من هاي البصمه، وبناء على البصمه بدي اشوف يعني مين هو هذا الشخص، بدي اشوف بدي اعرف الاي دي. لاحظوا هون الاي دي كانت معروفه في الحاله الاولى من الفيريفيكيشن، في الحاله الثانيه الاي دي مش معروفه، فانا بدي اروح اقارن الفيتشر اللي عملتها اكستراكشن مع الاشياء الموجوده في الداتابيس عشان اجيب اي دي معين. الان في هاي الحاله ما بصير إني يكون عندي الفولس ماتش ريت، يعني أكون كثير مشدد على الماتشنج. ليش؟ لأنه أصلاً الفيتشر أنا اللي جبتها عادةً إذا بدي أجيبها من مصرح جريمة ما راح تكون دقيقة، يعني أصلاً بتكون الظروف مش مثالية اللي أخذت فيها هاي الفيتشر. فأنا يعني مش مشكلة لو جاب لي 4-5 قريبين من هاي البصمة، يعني بيكون هذا الإشي أفضل. فهون ما عندي مشكلة يكون الفولس نون ماتش ريت شوي أعلى، ما عندي مشكلة. إذا بدي أشدد على الفولس يعني على الماتشنج، إذا بدي أشدد على الماتشنج يكون دقيق جدا، فعليا ما راح يجيب لي ولا حدا، فبالتالي راح يصير مهمتي جدا صعبة. طيب يعني هذا فيما يتعلق بالفولس ماتش والفولس نون ماتش. طيب هاي الرسمة بتوضح لي يعني زي ما حكينا احنا الموضوع probabilistic، يعني مش deterministic، يعني مش clear cut. لا هاي الرسمة بتوضح لي، خلينا نشوف اول شيء شو يعني الـ x-axis. الـ x-axis عندي اللي هو الـ matching score، اذا انا عندي إشي مخزن في الداتابيس، سكور مخزن في الداتابيس، في عندي سكور اللي انا جبته من السنسر بدي اقارن بينهم، فهذا هو الـ matching score رقم معين. في عندي اول رسمه اللي هو طبعا الواي اكسس اللي هو البروبابيليتي دنسيتي فانكشن بي دي اف، يعني بتقدروا تتخيلوا اللي هو قديش مرات تكرار رقم معين للماتشنج سكور، تخيلوا زي هيك يعني. فاحنا بالوضع الطبيعي اون افريج هذا الرقم اللي هو هون بالنسبه لليوزر الاول، انسوا الرسمه اللي على الشمال، الرسمه هاي اللي على الشمال انسوها الحين، خلينا نركز في الرسمه اللي على اليمين اللي هي لمين؟ لليوزر الحقيقي، الجينيوين يوزر، اليوزر الحقيقي. خلينا نركز في الكيرف هذا. طيب شو يعني هذا الكيرف؟ هذا الكيرف يعني انه لما اروح اعمل ماتشنج لهذا اليوزر، عاده الرقم اللي بيطلع معي هو عادة معظم الاحيان on average هذا الرقم، اي اللي هون هذا هو الرقم اللي بيطلع معي، اي هون هذا هو الرقم اللي بيطلع معي. الان مرات الرقم هذا ممكن يزيد شوي، ممكن ينقص شوي، لكن يعني بالنهايه معظم الاحيان بيطلع عندي هذا الرقم. الآن إذا نقص الرقم عن هذا الحد، أيوه هذا الحد، بالنسبة لي أنا بعتبر إنه اليوزر ما صار ما عمل ماتشنج، هي هذا الحد. طبعاً يعني أنتم الخط مش دقيق يعني، أنتم بس شايفين أنتم الحد. إذا نقص عن هذا الحد ودخل الرقم الماتشنج سكور هون، بالنسبة لي يعتبر زي كأنه هذا يوزر ثاني، يعني ما بيصير عندي authentication. لكن أي شيء مثلاً في الرينج من هون لهون، من يعني بالنسبة لي ممكن يعمل matching فعلياً. طيب
اللي بصير اني انا كيوزر عادي فعليا اليوزر الحقيقي باجي بعمل سكانينج للاصبع مثلا عشان نشوف البصمه، سكانينج للبصمه، اللي بصير انه معظم الاحيان بطلع الماتشنج سكور هون فبتم الموافقه عليه. مرات بيكون الجهاز شوي مثلا تغير الجهاز، جهاز قديم استخدم جهاز قديم او الجهاز عليه شويه غبره، بطلع السكور بهاي المنطقه، بهاي المنطقه برضو الجهاز بيقبلني، السيستم بيقبلني ما عندي مشكله. مرات بيكون السيستم كثير مثلا متسخ يعني، فممكن اوصل لهون، لكن اذا يعني اصبعي مثلا ما كان نظيف 100% ممكن السكور الماتشنج سكور يوصل هون، في هاي الحاله لا السيستم راح يرفضني، راح يرفضني. فبالتالي اللي صار عندي هون اللي هو فولس نون ماتش، فولس نون ماتش، اذا انا فعليا الشخص الحقيقي لكن عمل لي نون ماتش وهذا الحكي فولس غلط. طبعا يعني من دراج نلوم السيستم مرات احنا لازم نحط ظروف المثاليه. طيب المشكله الان اذا بيكون في عندي يوزر ثاني، هذا الكيرف تبع مين؟ تبع اليوزر الثاني اللي هو الكيرف اللي على الشمال. هذا الكيرف اليوزر الثاني الافرج تبعه هون لما يعمل ماتشنج مع السكور تبعي، اذا هو الماتشنج تبعه بعيد جدا عن الماتشنج تبعي، لكن الان بسبب ظروف معينه، بسبب مثلا ممكن احتيال على السيستم، ممكن يصير في عندي اوفرلاب. فلاحظوا هذا الاوفرلاب اللي هون، اللي هي هون، اللي هون، هذا اللي هو الاوفرلاب، هذا الاوفرلاب راح يسوي لي مشاكل. ليش؟ لانه مرات اليوزر اللي هو مش حقيقي، مش انا فعليا، راح يعمل له فولس ماتش، فولس ماتش، وهذا الشيء احنا اكيد بنرفضه وما بدنا اياه، وراح يسوي لي مشاكل. يعني فبتمنى انكم تكونوا فهمتوا شو يعني هاي الرسمه. طيب هنا طبعا بتوضح لي بناء على الابلكيشن فورنسيك ابلكيشنز. لاحظوا بالنسبه للفورنسيك ابلكيشنز الفولس ماتش ريت بدي اياه يكون عالي، بدي الفولس ماتش ريت يكون عالي، لان بدي اياه يجيب اكبر قدر ممكن من المجرمين مثلا الذين ينطبق يعني الذين يعني يكون عندهم الفيتشر اللي مثل اكستراكشن قريبه للشيء اللي مخزن في الداتابيس، حتى ولو يعني ما كانوا هم بالضبط، يعني ممكن انه بعدين من خلال تحقيقات اخرى فعليا نقرب هذا الموضوع، نعرف بالضبط مين فيهم هذول الخمسه مثلا اللي هم جاب لي اياهم، مين فيهم فعليا هو المجرم الحقيقي. لكن بالنسبه للهاي سكيورتي ابلكيشنز انا بدي يكون الفولس نون ماتش ريت ايش معنى يكون عادي، ما عندي مشكله يكون عالي، لانه ما بدي اي شخص اخر غيري فعليا يصير عليه اوثنتيكيشن. وحتى لو انا شخص نفسي جيت يعني لانه الجهاز كثير دقيق، لو انا فشل موضوع الاوثنتيكيشن باكثر من مره ما عندي مشكله يعني، لانه هذا فيري هاي سكيورتي ابلكيشن. طبعا لما نحكي سكيورتي ابلكيشن، فيري هاي سكيورتي ابلكيشن، مش بالضروره يكون مثلا بنك، وممكن يكون مثلا السيستمز اللي بتتحكم فيه اجهزه او اسلحه نوويه مثلا. فلا يعني عشان تطلق سلاح نووي مثلا انت بحاجه فعليا انه يكون في عندك فيري هاي سكيورتي على السيستم. طيب هاي الرسمه بتوضح لك الفرق بالبايومتريكس المختلفه، كل واحده منهم شو الفولس ماتش ريت تبعها او الفولس ماتش ريت. فلاحظوا انه مثلا الايرس هيها اللي هون هي ادق سيستم، الفولس ماتش ريت فيها كثير منخفض، كثير منخفض، مناسبه جدا للسيكيورتي ابلكيشنز. بينما مثلا الفيس، لما نيجي على الفيس، وين الفيس؟ الفيس هي اللي هو الدائره، لاحظوا انه الفولس ماتش ريت، الفولس ماتش ريت فيه عالي، مشكلة. طبعا هاي قبل فترة لما أول ما نزل موضوع الفيشيال اوثنتيكيشن، فيس اوثنتيكيشن عن طريق الايفون، يعني سوى مشاكل أعتقد عند بعض التوائم، يعني ممكن توأم فعليا يصير يعمل انلوك لجهاز أخوه أو أخته يعني. فهذا أكيد موضوع راح يعني بقلل موضوع السكيورتي في السيستم. طيب إذا إحنا حكينا عن طبعا يعني عن something you know اللي هو الباسورد، something you have اللي هو الكاردز والسمارت كارد، حكينا عن something you are اللي هو البيومتريك authentication، وفي عنا طبعا something you do يعني اللي هي من ضمن البيومتريك authentication اللي هي مثلا ممكن مرات السيستم يحكي لك، يعطيك جملة ويحكي لك احكيها، أو يعطيك فقرة ويحكي لك اطبعها. ف something you do بهاي الحالة you are doing something, you are reading the message that was presented to you on the monitor مثلا، أو
تطبع. فصورتك الآن هو عبارة عن biometric authentication، والباتن اللي قاعد بتطبع فيها كمان هي عبارة عن biometric authentication. فهيك بنكون غطينا الأربع حالات of user authentication. طيب الauthentication طبعا عادة بتم يعني remotely، ففي عنا user remote user authentication بيواجه مشاكل. يعني أنت دائما بتعمل login على سيرفر remotely من مكان بعيد، كيف بتتم عملية الauthentication إذا كان اليوزر remotely، وشو هي المشاكل الموجودة؟ أول مشكلة طبعاً موجودة عندنا هي الـ eavesdropping، إنه واحد يكون يتصنت فعلياً عندك على على النتورك أو قاعد على sniffing في النتورك تبعتك. فإذا أنت دخلت الباسورد تبعتك راح تنبعث clear text، ممكن في بعض الأحيان إذا بعثت clear text أكيد هذا الموضوع يسوي لك مشاكل، راح يعرف فعلياً هو شو الباسورد تبعتك، اللي هي طبعاً يعني capturing الباسورد. Replaying an authentication sequence that has been observed. بهاي الحالة لا، احنا نفترض انه مثلا ممكن تكون الباسورد encrypted، لكن في هاي في بعض الاحيان ممكن الاتاكر مش بحاجة يعرف شو هي الencrypted password، كل اللي يعمله اللي هو capture الencrypted password ويرد يبعثها لل للسيرفر مثلا، والسيرفر ممكن انه يقبلها اذا طبعا كان في عندنا بروتوكول ضعيف في هاي من هاي الناحيه. السيرفر راح يقبل الباسورد لانها بالنسبه له انكريبتد صحيحه. في هاي الحاله اليوزر او الاتاكر عفوا ما كان يعرف شو هي الباسورد فعليا، وكل اللي كان بيحتاج يعمله هو كابتشر، يعمل كابتشر للباسورد ويرد يبحثها مره ثانيه. طيب شو الاشياء الموجوده عندي اللي ممكن تساعدني او تحميني من هاي الانواع من الاتاكس لما يكون في عندي ريموت يوزر اوثنتيكيشن؟ أهم موضوع اللي هو طبعاً الـ challenge response، الـ eavesdropping والـ capturing الباسورد طبعاً نقدر نتغلب عليهم من خلال الـ encryption، وإحنا أوريدي حكينا عن موضوع الـ encryption. خلينا نشوف اليوم موضوع رئيسي اللي هو موضوع الـ challenge response protocol to counter those threats. طيب أول نوع اللي هو الـ password protocol. password protocol، طيب عشان نفهم شو يعني الـ password protocol، إحنا دائماً بنفترض إنه في عندنا client، وبفترض هون إنكم أنتم عارفين شو يعني client server model. في عندنا client وفي عندنا الـ host اللي هو فعلياً سيرفر. سيرفر ففي عندي الكلاينت بيحاول يتواصل مع هذا الهوست. طيب أول شيء بيعمل الكلاينت هو ممكن يبعث للهوست أو السيرفر اللي هو اليوزر اي دي تبعته. شو هو اليوزر؟ مين هو اليوزر؟ مين هو اليوزر؟ ممكن يبعث له رقم الجامعي، ايميل، الايميل ادرس تبعي اللي هو عشان اعمل يعني احدد الاي دي تبعتي. الان بناء على هذا الموضوع السيرفر راح يرد على الكلاينت. لاحظوا انه هون ما كان في يعني انكريبشن للموضوع، انا فعليا بعثت اليوزر اي دي ولا يعني ما فيش شيء سر هون، هو اليوزر اي دي مش سر لحد الان. طيب الهوست راح يعمل جنريشن لراندوم نمبر اللي هو ار، اللي هو فعليا شو سميناه نانس، وهذا حكينا عنه في لما كنا نحكي عن الراندوم نمبرز والسودو راندوم نمبرز، شو استخدامات الراندوم نمبرز. واحده من استخدامات الراندوم نمبرز حكينا اللي هي النانس. النانس عباره عن رقم راندوم، نفترض ان الهوست راح يعمل له جنريشن وهذا الرقم لن يتكرر هذا الرقم، فبالتالي بيحفظه، وإذا شافه مرة ثانية بيعرف إنه في شيء غلط. فهو لما يبعثه في الكوميونيكيشن بينه وبين الكلاينت في واحد من الكوميونيكيشنز بيعرف إنه هذا الرقم مفروض ما يتكرر مرة ثانية، فهو عبارة عن random number. بيبعث مع H والF. الF هو عبارة عن function والH هو عبارة عن hash. طبعا إحنا بنعرف إنه الباسورد hash function. شو الhash function اللي بنستخدمه؟ مش حامل hashing لأي شيء هون هو، والfunction ما في جواته أي input لحد الآن، لكن يعني راح نشوف كيف الانبوت راح يجي من اليوزر. طيب الآن الكلاينت في هاي الحالة شو راح يعمل؟ في عنده باسورد، الباسورد اللي طبعا هون نسميها باسورد برايم بس للتمييز، يعني الباسورد اللي جاي من طرف الكلاينت هي نفسها الباسورد المفروض اللي مخزنة عند الهوست، لكن نسميها برايم عشان نعرف انها فعليا هاي باسورد برايم، انها هي اللي جاي من طرف الكلاينت. وفي عندنا النانس، طبعا النانس اللي هي وصلت للكلاينت وهو بده يرد يبعثها. مرات النانس نعمل نزيد عليها واحد مثلا، بغير عليها رقم برقم يعني مش موضوعنا، لكن
النانس بتكون جاي من الكلاينت. لما يحكي لك R prime هي ال R اللي جاي من الكلاينت. الآن راح يرجع الفانكشن of الهاشت باسورد مع ال R prime. ال R prime الآن الهوست في هاي الحالة شو راح يعمل؟ راح يقارن الفانكشن اللي رجع له من الكلاينت, نتيجة الفانكشن اللي رجع له من الكلاينت اللي هو الانبوتس تبعونه الهاشت باسورد والنانس, راح يقارنهم مع الفانكشن اللي هو عمل له جينريشن اللي هو في طبعا النانس الأصلية وفي الهاشت باسورد كمان طبعا تبعت اليوزر, لاحظوا نسميها P of U بناء على اليو اللي بعثها الاي دي, طبعا هاي راح يجيبها اكيد هو من الداتابيس ويقارنهم مع بعض. الان هون المقارنة طبعا راح تعطيني true or false, وهون المقارنة يعني هي حتمية يعني ما فيها مجال للخطأ, يعني مش يعني هون deterministic وليست probabilistic, يعني ما في عندي هون probability, هي يا yes or no, ما في يعني موضوع اي يعني أي مجال للظن. إذا الباسورد غلط راح يطلع الفانكشن ما في تطابق, فبالتالي راح يطلع الموضوع هذا كلياته خطأ. طيب كيف حمتني هاي, كيف حماني هذا البروتوكول من موضوع الريبلاي أتاك؟ كيف حماني من موضوع الريبلاي أتاك؟ طبعا حماني أكيد من خلال النانس, لأنه الآن لو أتاكر بالطبيعة الحال وين راح يكون؟ راح يكون في النص بينهم هون في هاي المنطقة, فالأتاكر راح يشوف مثلا الفونكشن هذا, فالأتاكر مثلا راح يشوف الار, الأتاكر بهاي الحالة وش راح يحاول يعمل؟ راح يعمل كابتشر لهاي الداتا ويرد يحاول يبعثها مرة ثانية لمين؟ للهوست. الهوست طبعا بما انها هاي النونز ظهرت قبل هيك, فاكيد اي فانكشن في نفس الار هاي اللي هي راندوم نمبر راح يرفضه, لانه هاي وان تايم يوز فيها فقط, يعني راح استخدم مرة واحدة. فدائما إذا لأي new connection الهوست راح يفترض إنه في عنا نانس جديدة, ما بستخدم نانس قديمة. طيب نوع آخر اللي هو التوكن بروتوكول. التوكن بروتوكول في هاي الحالة بنفترض مثلا إنه الكلاينت عنده سمارت كارد, ممكن يكون الكلاينت عنده فعليا سمارت كارد. ايش يعني سمارت كارد؟ هاي السمارت كارد راح يدخل فيها باسورد معينه او بين نمبر معين, وبناء على الباسورد هاي راح يعطيك باس كود. هذا الباس كود زي ما حكينا مثلا لما كنا نحكي عن السمارت كارد, كان انه واحد امثله على السمارت كارد يكون شكلها زي الآلة الحاسبة, ممكن تدخل من خلالها انك تدخل كيوزر من خلال هاي الآلة الحاسبة رقم معين بين نمبر, هذا الرقم ثابت ما بتغير, ولما تدخل هذا الرقم هو بيعطيك بيعمل لك جنريشن لباس كود او بين نمبر جديد. هذا البين نمبر انت اللي رايح تستخدمه عشان تعمل لوج ان على السيرفر. فنفس الشيء اللي صار قبل, اليوزر بيبعث الاي دي تبعته, الهوست بيرد بالفانكشن والاتش والار, الار اللي هي نونس حتى تو جارانتي الفريشنس. اليوزر راح يرجع الفانكشن للار مع الهاش اوف دبليو برايم. دبليو برايم طبعا اللي هي الباس كود, طبعا هون راح تتم المقارنة بين الداتا اللي رجعت من الكلاينت مع الداتا المخزنة او الفانكشن المخزن جوا السيرفر تبع الهوست. طبعا الانبوتس اللي هم الار اللي هو النونس تو جارانتي ذا فريشنس, والهاش تبعت الباس كود لليوزر اللي جبناها هون من الداتابيس, طبعا هاي اللي هي راجعه من اليوزر. اذا تطابقوا كمان بيكون اليوزر اوثنتيكيتد, واجين هون ما في عندي اي شيء ظني, التطابق 100% بيكون يس اور نو, اي غلط في اي ون في اي بت ما بيكون في عندي فعليا تطابق. طيب النوع اللي قبل الاخير اللي هو الستاتيك بايومتريك بروتوكول. لاحظوا الان لما بلش نحكي عن الستاتيك بايومتريك بروتوكول موضوع التطابق 100% ما صعب تحقيقه طبعا, فعشان هيك احنا ما راح نقارن الفانكشن, لازم نقارن البايومتريك فيتشر نفسه حقيقه. في البدايه زي ما انتم شايفين اليوزر نفس الشيء بيبعث الاي دي, الهوست راح يبعث ار مع الانكريبشن بروتوكول لانه لازم نعمل انكريبشن وديكريبشن. الار اللي هو النونس. طيب شو اللي راح يعمله الكلاينت؟ راح يعمل فيكس فيتشر اكستراكشن
ويطلع بايومتريك باترن معين من خلال بايومتريك ديفايس معين. بي تي اللي هو البايومتريك باترن اللي راح يطلعه، والدي اللي هو البايومتريك ديفايس اللي استخدمناه، والار اللي هو النانس راح يبعث بالانكريبشن للنانس باستخدام ديفايس معين عشان والفيتشر اللي تم له اكستراكشن. لاحظوا انه الهوست الان شو راح يعمل؟ راح يعمل ديكريبشن لانه بده كل فاليو على حدها يقارنها مع الاشياء الموجوده. لاحظوا انه بيقارن الار مع الار والدي مع الدي، الار اللي اجت من اليوزر والار اللي موجوده بالداتا بيس، الدي اللي موجود اجت من اليوزر والدي الموجودة في الداتابيس، والباترن اللي اجت مع اليوزر والباترن الموجودة في الداتابيس. الآن المقارنة لهذول، هذول الاثنين الأولانيات ممكن انه يكون مقارنة لهم طبعا يعني بيت باي بيت، ويكون فعليا لازم تطابق صحيح 100%. لكن هون لازم نفوتهم على الماتشر، والماتشر زي اللي كنا نحكي عنه قبل شوي مش بالضرورة انه يعطيني تطابق 100%. اذا هو راح يعطيك with certain probability انهم فعليا متطابقين. طبعا ما بنقدر نطابق الانكريبتد مع الانكريبتد، ليش؟ لانه 1 بت تغيير 1 بت في الانكريبشن راح يعطيني something مختلف كليا عادة، طبعا زي البلوك سايفر زي الاي اس والدي اس. طيب الدايناميك بايومتريك بروتوكول نفس البروتوكول اللي قبل، نفس الاشي، يوزر ببعث الاي دي، والان راح نبعث ار راندوم نمبر واكس. الان هون دايناميك ليش؟ لانه اليوزر بده يحكي سنتنس معينه، بدنا نبعث له سنتنس معينه هو بده يحكيها، فاحنا قاعدين نعمل اكستراكشن ل بايومتريك انفورميشن من الصوت مثلا. فرح نبعث له جملة معينة، الإكس هي الجملة اللي بده يحكيها، أو مثلاً الجملة اللي بده يطبعها إذا كان إحنا ندور على باترن في الطباعة. ومع الإنكريبشن بروتوكول كل إشي مكرر نفس الإشي، رح يبعث الإنكريبشن للآر والبي أوف بي إس أوف إكس. في جهة اليوزر رح يعمل فك لهذا التشفير ويقارن كل إشي على حدة. طبعاً again البي مع البي رح يتم المقارنة لهم بناء على الماتشر زي اللي شفناه قبل شوي، مش بالضرورة يكون الماتشينج 100% with certain probability، ممكن يكون هذا الاشي acceptable يعني في margin of error. طيب يعني باقي يعني هذا الجدول بتتفرجوا عليه لحالكم، معظم الاشياء الموجوده هون احنا اوريدي حكينا عنها بتقرؤون. معظم الاشياء الموجوده عندنا هون الاوثنتيكيشن سكيورتي ايشوز حكينا عنها، الريبلاي الكلاينت اتاكس، تروجن هورس احنا كان ان شاء الله بين شابتر 6، دينايل اوف سيرفيس اتاكس يعني ممكن يكون واحد عامل اتاك على السيرفر اللي هو فعليا بيعمل اوثنتيكيشن، اذا فعليا السيرفر اللي بيعمل اوثنتيكيشن واحد عمل عليه دينايل اوف سيرفيس اتاكس، معناته اليوزرز الليجيتيميت ما راح يقدروا يوصلوا لهذا السيرفر، وبالتالي ما راح يقدروا يعملوا اوثنتيكيشن. ايفز دروبينج حكينا عنها، والهوست اتاكس حكينا عنها لما حكينا عن موضوع الباسورد. آخر شيء اللي عندنا اللي هو الـ practical application in iris biometric system، يعني هذا ممكن يكون نظام بنك زي ما انتم شايفين، هاي الانترنت يعني هذا الجزء هو الانترنت، وفي عندي يوزر من برا الانترنت، هاي اللي هي هون عندنا النتورك الداخلية تبعت البنك، هون اللي هي DMZ عادة الويب سيرفر، فاير وول، لوكال سيرفر، بين سيرفر، هاي اكسسبل من برا الانترنت اللي هي النتورك الداخلية تبعت البنك. لو في عنا يوزر بنعمل له اوثنتيكيشن عن طريق الايرس، اول اشي لازم يجي يعمل انرولمنت، والانرولمنت اكيد لازم يكون من داخل الفرع تبع هذا البنك، فبروح على البنك ببرز هويته لازم يبرز هويته ويظهر بشكل شخصي، وموظفين يتأكدوا من هويته، وبعدين يعملوا له اوثنتيكيشن للايرس او عفوا انرولمنت، بيعملوا سكاننج للايرس تبعته بيخزنوها في الداتابيس تبعت السيستم. الان اذا هو بده يجي مره ثانيه عشان يسحب مصاري او يعمل اي حركه على حسابه، ممكن يجي على الفرع، فبالتالي بنعمل له الاوثنتيكيشن ميثود هون في الفرع، او ممكن انه يعملها ريموتلي في البيت عن طريق الانترنت، لكن هذا يتطلب انه يكون في عنده ابلكيشن زي جافا ابلكيشن
يساعده انه يعمل سكانينج. فلاحظوا انه في عندنا سكيور كاميرا مثلا ممكن تكون عنده على اللابتوب او على الجهاز في البيت، وفي عندنا جافا ابلكيشن سكيور كاميرا كلاينت، هذا عن طريق الانترنت بده يتواصل مع البنك سيستم ويعمل فيريفيكيشن عن طريق الداتا بيس اللي مخزن فيها. لكن يعني هون المهم انه عشان نعمل اول مره انرولمنت لازم اكيد نيجي على البنك. اوكي، ابلكيشنز ثانيه بتقراوها من الكتاب كسلف ستادي، هاي الابلكيشنز الاخرى، وهيك بيكون تشابتر 3 انتهى. اذا حدا عنده اي سؤال ممكن يتواصل معي باي وقت عن طريق الايميل، اهلا وسهلا. طرق التواصل الاخرى راح نحكي فيها ان شاء الله، وراح احط فيها على المودل، لكن الان قاعدين بنعاني شويه مشاكل في المودل. يعني بتمنى لكم التوفيق و stay safe، وإن شاء الله إنه ما بصيبكم أي مكروه إلى أنتم وعائلاتكم. وأتمنى إنه كلكم تكونوا متابعين معنا أول بأول. وأجين إذا في أي حدا عنده أي سؤال بتمنى إنه يتواصل معي عن طريق الإيميل. يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.